خلوني قبل بس ما امشي من الاهلي ومن اللي بيحصل في الاهلي، كان في جدل ابتدى على السوشيال ميديا بعد ظهور محمد صلاح كعارض ازياء. والحقيقه هو مش عارض ازياء، بس يعني فوتو شوت، فوتو سيشن، جلسه تصوير لنجم، لسيلابرتي. هو يعني هو محمد صلاح بقى سيلابرتي دلوقتي طبعا بره. يعني الحقيقه انه الناس طبعا ابتدت تتكلم على الازياء او على اللبس، بس اعتقد انه دي مساله طبيعيه، انه دي فوتو سيشن او جلسه تصوير لنجم لسيلابرتي زي محمد صلاح بره. فاعتقد انه مساله الفاشن او اللبس يعني مش غريبه، مش يعني انا اتخيل البوستس هتبتدي تنزل على فيسبوك تريقه والغرب غيرتك يا صلاح وكده. بس يعني الحقيقه انه مجله بحجم جي كيو لما تجري حوار مع محمد صلاح وبتحتفل معاه باسبوع مليان بالانتصارات هيكون بهذا الحجم وبهذا الشكل تحديدا. كمان كان في بولوفر، صوره نزلت ببولوفر شكله مختلف او سواتر شكله مختلف. بس خليني اقول لحضراتكم انه بره في هذا التوقيت، توقيت الكريسماس وتوقيت النيو ييرز، السيلبرتيز او المشاهير بيلبسوا سويترز او بلوفرز شكلها غريب وشكلها يضحك. يعني كل ما كان شكله يضحك وشكله غريب اكتر يبقى هو ده، يعني هو ده المطلوب في هذه الفتره. في صوره من الصور ببلوفر كده وهي ابتدت على السوشيال ميديا، ابتدت تنزل خلاص على فيسبوك. ف بس حبيت اوري لحضراتكم الفوتو سيشن محمد صلاح وبس اوضح هذه النقطه، انه هما بيتعاملوا دلوقتي وهو محمد صلاح اصبح سيلابتي، مش فقط لعيب كوره مختلف ولعيب كوره متميز ومن افضل لاعبي كوره في العالم، ولكنه هو سيلابتي. فاللبس اعتقد يعني بس قبل ما نبتدي الحفلة على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، هي مسألة عادية جدا كمان في مجلة زي جي كيو.